السلام عليكم، سي توجور معكم عمو جمال درويش العربي. اليوم الجمعة 20 مارس 2020، الساعة 21 دقيقة. راني في جولة هكذا في حديقة عمومية في بلدي هاي مدينة. هذا هو الجاردان تاعنا تسمى اللي كنا نقعدو فيه بكري، واللي تحول إلى عبارة عن قمامة كبيرة. بس راني نشوف بالمصادفة جماعة تاع نورمالمون تاع البلدية تابعين البلدية راهم يقوموا بعملية إزالة القمامة هذيك اللي داخلة بالسوق. رانا شفناها في فيديو قبل. المهم الحمد لله، المهم حنا اللي وصلنا ولا وصلنا الميساج للمعنيين الحمد لله، ومشكورين اللي قاموا بهذه المبادرة سواء بلدية ولا متطوعين ولا مانيش عارف. المهم الحمد لله تم القضاء على بورة من بور القمامة الكبيرة في عين مليلة. إن شاء الله نتمنى تكمل العملية وتقوم البلدية بتهيئة هذه الحديقة العمومية، على الأقل الناس سيدي الكبار ولا الصغار ولا كيما حبيتو تسميوهم يجيو يبوزيو شوية فيها، هما يديروا شوية بافاش تاع الدماغ. السلام عليكم ورحمة الله.